وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. مساء الخير سيد خالد. قد تكون من أصعب الميزانيات التي مرت عليكم في مجلس الشورى وعلى مملكة البحرين نتيجة لجائحة كورونا، كيف تنظرون إلى التوافق بينكم وبين السلطة التنفيذية في هذا الخصوص؟ السلام عليكم ومساكم الله بالخير، وبداية اسمحي لي أن أرفع أسماء آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الله يحفظه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعمهم المستمر والمساندة المستمرة لدور مجلس الشورى والسلطة التشريعية بشكل عام، ودعمهم للتوافقات اللي توصلت لها السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية. وأود الإشارة في هذا المجال إلى أن إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة اليوم جاء نتيجة لعمل متواصل قامت به اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من خلال اجتماعات بلغت 14 اجتماع خاص لمناقشة مشروع الميزانية، وسبعة اجتماعات مشتركة مع الحكومة الموقرة واللجنة المالية بمجلس النواب. وتم التواصل من خلال هذه الاجتماعات لأن نوصل إلى توافقات اللي تم عنها الإعلان، واللي طبعا شملت التأكيد على استمرار مظلة الحماية الاجتماعية للأسر، وأيضا أكدت على استمرار الدعم المباشر للمواطنين إلى جانب دعم العديد من البرامج والخدمات التي تقدمها الحكومة الموقرة للمواطنين. شخصيا أنا في اعتقادي أن التوافقات اللي تم التوصل إليها بين الحكومة الموقرة ومجلس الشورى ومجلس النواب هي أفضل ما بالإمكان في المرحلة الحالية، خاصة وفي ظل ظروف استثنائية اللي احنا اليوم في مملكة البحرين والعالم بأجمع نمر بها نتيجة لانتشار جائحة كورونا. ولكن مملكة البحرين رأت من خلال هذه الميزانية أن تقبل التحدي من خلال استمرار ودعم عجلة التنمية والتقدم على الصعيد الاقتصادي بصورة أساسية. وأعتقد أننا كما قال صاحب السمو الملكي ولي العهد الله يحفظه، قال أننا نحب التحدي ونحب الإنجاز كذلك. وأعتقد أننا في مملكة البحرين فعلا سنستطيع تحقيق هذا الإنجاز المطلوب ومواصلة مسيرة التقدم التي يقودها العاهل المفدى حفظه الله ورعاه. نعم سعادة السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.